دكتور عادل؟ ايوه اتفضل. نبدا باذن الله. يلا بسم الله. بسم الله، هبدا انا المقدمه وبعد كده حضرتك تخش في المحاضره باذن الله. هو انت طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضورنا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج التوعية والتثقيف الصحي عند السكري بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم المدينة المنورة وبتوجيهات من أعضاء مجلس الإدارة. يسرنا أن نقدم لكم برنامج التثقيف اليوم بعنوان نتعرف على السكري. يقدم لنا المحاضرة سعادة الدكتور عادل الحربي، أخصائي أول طب أسرة. أهلا ومرحبا بكم دكتور. أهلا وسهلا، حياك الله. شكرا جزيلا لتلبية الدعوة، وإن شاء الله هنبدأ الآن مع الفقرة الأولى والمحاضرة. تفضل دكتورنا. أوكي تمام. الله وبركاته. أسعد الله صباحكم جميعا. أعرفكم بنفسي، معكم الدكتور عادل الحربي، أخصائي أول طب أسرة ومهتم بالتثقيف بالسكري. اليوم راح إن شاء الله نتكلم عن موضوع السكري، وسمينا محاضرة اليوم لنتعرف على السكري. أهم نقاط اللقاء إن شاء الله اليوم وراح نغطيها بإذن الله، اللي هي مرحلة ما قبل السكري، تعريف مرض السكري، أنواع مرض السكري وطرق الوقاية، التشخيص والعلاج، كذلك لماذا نهتم بالسكري أو ليش الاهتمام ده كله بالسكري، سواء من القطاع الحكومي أو من القطاع الخيري في جمعية السكري في المدينة. برضو راح نشوف على أهم الفحوصات الدورية لمريض السكري. طيب، السؤال الأول اللي أطرح لكم جمهورنا الكريم، هل مرض السكري مشكلة شائعة ولا مشكلة بسيطة؟ أتوقع أن الإجابة راح تكون بديهية، أنه مشكلة شائعة وشائعة جداً. يعني من فينا ما في أحد في عائلته يعني شخص مصاب بالسكري؟ يعني لابد أن الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت أو أيًا كان أو أي قريب من العائلة مصاب بالسكري، وهذه يعني للأسف مشكلة كبيرة. في دراسات كثيرة بحثت عن مدى انتشار مرض السكري في المملكة العربية السعودية، وأغلب الدراسات تشير إلى أرقام للأسف يعني تخوف. يعني في بعض الدراسات وصلت معدلات الإصابة بالسكري في المملكة العربية السعودية إلى أكثر من 23%، وهذا يعتبر رقم يخوف. طيب، إحنا كيف نحدد علاقتنا كمجتمع مع السكري؟ إحنا ننقسم ثلاث فئات فيما يتعلق بالسكري، إما أن أشخاص سليمين، أو إن عبارة عن أشخاص في مرحلة ما قبل السكري، أو إحنا عبارة عن أشخاص مصابين بالسكري. بالنسبة للشخص السليم ما راح نتكلم فيها كثير، لكن إحنا راح نركز على الفئتين اللي تحت، اللي هم الشخص في مرحلة ما قبل السكري والشخص المصاب بالسكري. راح نعرف إيش الفرق فيها عشان ندخل في منطقة الشخص السليم قدر الإمكان. طيب، الآن راح نغطي اللي هو مرحلة ما قبل السكري. طيب، أول شيء تعريف، ما هي مرحلة ما قبل السكري؟ إحنا نعرف دائما مرحلة ما قبل السكري هي ارتفاع في نسبة سكر الدم، لكن ما هذا الارتفاع ليس بالعالي، وما هو مرتفع بشكل شديد اللي والله إحنا نقدر نقول إنه شخص مصاب بالسكري. يعني في ارتفاع في السكر لكن ما وصل لمستوى اللي هو الإصابة بمرض السكري. طبعا ليس هناك سبب معين لحالة ما قبل السكري، ولكن في مجموعة من العوامل المصاحبة بخطر الإصابة بذلك، وهي أن يكون عندك تاريخ عائلي للسكري، ويكونوا بالذات الأقارب من الدرجة الأولى مثل الأم والأب أو الإخوة، زيادة الوزن والسمنة المفرطة، كذلك ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، كذلك بالنسبة للسيدات الإصابة بسكر الحمل يزيد نسبة إصابة السكري لهم، كذلك عدم ممارسة الرياضة وقلة الحركة.
إحنا لو طبقنا هذه الأشياء علينا أكيد إنها واحدة أو ثنتين قد تكون موجودة فينا، يعني خصوصاً عدم ممارسة الرياضة وقلة الحركة أو زيادة الوزن، يعني أشياء لازم إننا ننتبه لها ونطبقها علينا عشان نعرف هل نحن عرضة للإصابة بمرض السكري أو مرحلة ما قبل السكري أو لا. طيب، ما هي الأعراض والتشخيص لهذه المرحلة؟ طبعاً بالنسبة لمرحلة ما قبل السكري لا توجد أعراض لها، لكن الجمعية الأمريكية للسكري توصي بعمل تحليل لمستوى السكر في الدم لأي شخص عمره من 45 سنة وفوق، خصوصاً للي يعانون من الأشياء قبل. فأقدر أقول لكم يعني إذا أنتم عدى عليكم 45 سنة تقدروا تفحصوا السكر الصايم مرة واحدة في السنة كتشييك عشان تشوفون إيش مستويات السكر عندكم. طبعاً هذا جدول بسيط يبين معدلات السكر في الدم ومدلولاتها. إحنا عندنا كذا فحص للدم نسويه في المراكز الصحية أو في المستشفيات. في عندنا فحص الدم للصائم، في عندنا فحص بعد الأكل بساعتين، وفي فحص السكر التراكمي. إحنا الأشياء اللي نعتمد عليها كأطباء في التشخيص أكثر شيء اللي هو فحص السكر التراكمي، ويجي بعده بالأهمية اللي هو فحص الدم للصائم. طبعاً بالنسبة للشخص الطبيعي بالغالب يكون سكره للصائم أقل من 100 ميلي جرام، بعد الأكل بساعتين في الغالب يكون تحت 140، ولما نعمل له فحص سكر تراكمي في الغالب إحنا ما نطلب للأشخاص الأصحاء يكون 5 تقريباً فاصلة 7. إذا كان معدلات أرقامك في هذه المعدلات وتحت فأنت شخص طبيعي وما عندك أي مشكلة. نجي لمرحلة ما قبل السكري واللي هي يعني مرة مهمة واللي جالسين نتكلم عنها الآن. إذا كان فحص دمك صايم من 100 إلى 125 ميلي جرام، أو بعد الأكل لاحظت أنه كان من 140 إلى 199، أو سويت سكر تراكمي وطلع معاك من 5.7 إلى 6.4، هنا إحنا ممكن نقدر نقول عنك أنك شخص في مرحلة ما قبل السكري. طبعاً المعدلات الثالثة هذه للشخص المصاب في السكري، طبعاً يكون سكر وصايم فوق 126، يكون بعد الأكل بساعتين فوق 200، ويكون سكر التراكمي فوق 6.5. طيب بالنسبة للوقاية حالة زيادة الوزن أو السمنة، مرة مهم هذا الموضوع، لأن فقدان الوزن يؤدي إلى تقليل ضغط الدم ونسبة الكوليسترول وانخفاض نسبة السكر في الدم. وإحنا دائم ننصح أي شخص في مرحلة ما قبل السكري وحتى لو دخل السكري أنه يحاول ينزل من وزنه تقريباً 7%. هذه برادة الله سبحانه وتعالى راح تساعده بإذن الله في أنه يتحكم في مستويات السكر. كذلك الإكثار من الخضروات والسلطة والفواكه والحبوب، الأسماك والدواجن، والإقلال من الدهون والسكريات بحيث تكون نسبة الدهون أقل من 30% من مجموع السعرات الحرارية واحتياجها اليومي. كذلك الدهون المشبعة تكون أقل من 10% من الدهون اليومية، أما الكربوهيدرات تكون من 50 إلى 60% من مجموع السعرات الحرارية. يعني أختصر لكم هذه النقطة بشكل عام، حاولوا أنكم تكثرون من الخضروات ومن الفواكه، وحاولوا أنكم تأكلون الثمار كاملة، يعني ما تأخذونها معصورة. بالنسبة للخضروات كمان حاولوا أنكم تكون انتقائيين أكثر بحيث أنكم ما تأخذون خضروات تكون فيها نسبة النشويات عالية زي البطاطس وإلى آخره. كذلك يعني واحد مثلا يقول أنا بروح أتوجه للعصيرات الطبيعية، للأسف العصيرات الطبيعية خصوصا في المطاعم وزي كذا تكون فيها نسبة سكريات مضافة، فإحنا نفضل أنك تأكل الثمرة كاملة، أو إذا تحب العصير ممكن أنك تعمله في البيت عشان تضمن ما يكون فيه أي إضافات. كذلك في مرحلة ما قبل السكري إحنا بعض الأحيان نصرف اللي هو المنظم للسكر الجلوكوفاج، لأنه يساعد في الوقاية من الإصابة بالسكر بالنوع الثاني من السكر، لكن إحنا نعطيه بناء على عوامل محددة نحددها إحنا في العيادة، تمام؟ فما ننصح أنك تبدأها أنت بدون استشارة طبيبك. طبعاً هذا ملخص لمرحلة ما قبل السكري.
يكون فيها مستوى السكر بالدم أعلى من الطبيعي ولا يصل لمرحلة السكر المرضية. طبعا اكتشاف وعلاج مبكر يساعد على استعادة مستوى السكر الدم الطبيعي، كذلك منع الإصابة بالسكري من النوع الثاني بحول الله. طيب الآن إحنا ممكن أن نروح اللي هو الشخص اللي مصاب بالسكري، واللي راح نغطي الموضوع أو اللي راح يكون جل كلامنا في هذه المحاضرة عنه بإذن الله. طيب، تعريف السكري. داء السكري عبارة عن مرض مزمن وشائع نتيجة ازدياد مستوى السكر في الدم، ويحدث عندما لا يستطيع الجسم إفراز كمية كافية من الإنسولين، أو تكون كمية الإنسولين الطبيعية غير فعالة، أو لقلة استقبال من قبل خلايا الجسم المختلفة، مما ينتج عنها ارتفاع نسبة السكر في الدم عوضاً عن دخول إلى خلايا الجسم. يعني باختصار يكون مستويات السكر عندك مرتفعة، تمام؟ هذه واحدة من الثنتين، إما يكون جسمك ما يفرز إنسولين أصلاً، أو يكون جسمك يفرز إنسولين لكن ما هو قادر يحرق السكر اللي في جسمك مضبوط، فعشان كذا يرتفع سكرك في الدم. طبعاً هذه أعراض داء السكري مثل الجوع والعطش الشديد، تأخر في التئام الجروح، حرارة في القدمين، كثرة التبول، تعب وإرهاق وصعوبة في التركيز، حكة والتهابات جلدية، ألم وتنميل في الأطراف، نقص الوزن، كذلك اضطرابات في البصر. طيب بالنسبة لأعراض السكري، هل يشترط أنها تكون كلها موجودة في الشخص المصاب بالسكر؟ طبعا لا، ممكن هذه الأعراض تكون موجودة فيك كلها في المريض المصاب بالسكر، ممكن تكون بعضها موجودة وبعضها لا، ممكن تكون في هذه الأعراض ولا واحد منها موجود والشخص مصاب بالسكري. وكثير من المراجعين اللي يجونا في العيادة ما يكون عنده أعراض، أو يعني من الأعراض الأكثر عرضين يعني إحنا ممكن نشوفها اللي هو الجوع والعطش الشديد والتعب والإرهاق صراحة، فمو شرط أن هذه الأعراض تكون موجودة في المريض كله. طيب أنواع السكري، إحنا عندنا أشهر نوعين في السكر اللي هو النوع الأول والنوع الثاني، طبعاً في أنواع أخرى في حالات مرضية معينة. طيب إحنا لو نبي نغطي السكر من النوع الأول، هو يحدث بسبب مهاجمة الجهاز المناعي لخلايا بيتا التي تفرز الأنسولين، ولم يتم التعرف على السبب حتى الآن، ولكن ممكن يكون له أسباب كثيرة، عدوى أو سموم كيميائية أو جينات. السكر النوع الأول غالبا يصيب يعني صغار السن، ويبان في المراحل العمرية مبكرة في السنوات الأولى من الحياة، وغالبا يكون البنكرياس يعني في مرحلة مبكرة يصل إلى فشل أنه يفرز الإنسولين. عوامل الخطورة، قد يظهر عند برودة الجو، وقد ظهر أن أغلب الحالات التي يمكن تشخيصها تكون في فصل الشتاء، وهو شائع عند سكان المناطق الباردة أكثر من الحارة. كذلك تؤثر بعض الفيروسات على بعض الأشخاص بشكل ضئيل، مما تسبب داء السكري من النوع الأول. قد يلعب النظام الغذائي للمواليد دوراً في حدوثه، فهو أقل شيوعاً لدى الأشخاص الذين تغذوا على حليب الأم، وهذا يعني يعطي أهمية للرضاعة الطبيعية، أو المواليد الذين لم تدخل الأطعمة الصلبة في غذائهم مبكراً. طبعاً الجينات تلعب دور كبير في الإصابة بالسكري من النوع الأول، فإحنا عشان عوامل الخطورة هذه نتجنبها. بالنسبة للسيدات اللي عندهم مواليد وأطفال، قدر الإمكان إحنا نحرص على الرضاعة الطبيعية. كذلك يبدأ يأكل، نحاول أن نهتم في نوعية الأكل وما نعطيه نسبة سكريات عالية عشان ما نعرضه إلى عوامل خطورة للإصابة بمرض السكر. طيب بالنسبة للعلاج السكري من النوع الأول، يهدف العلاج السكري من النوع الأول إلى المحافظة على بقاء سكر الدم في المستوى الطبيعي قدر الإمكان، بالإضافة إلى تجنب المضاعفات. طبعا علاج الشخص المصاب بالسكري من النوع الأول إنسولين، يعني إحنا نبدأ له طوالي على إنسولين.
وغالبا انه ياخذ عن طريق الحقن او مضخه الانسولين اذا كان من الاشخاص اللي تنطبق عليهم بعض المعايير عشان نركب له مضخه الانسولين. طب الوقايه، حتى الان لا توجد وقايه او وسيله فعاله للتجنب داء السكري من النوع الاول. بالنسبه للسكري من النوع الثاني، السكري من النوع الثاني يصير عن طريق مقاومة الجسم لتأثير الإنسولين أو خلايا البنكرياس التي لا تنتج الإنسولين بشكل كافي. طبعاً السبب الرئيسي لا غير معروف حتى الآن، ولكن توجد عوامل خطورة قد تساهم في الإصابة به. اختصار لهذا الكلام أن السكر من النوع الثاني على خلاف السكر من النوع الأول فيه إنسولين والبنكرياس شغال، لكنه يا إما ما ينتج كميات كافية أو في مقاومة شديدة للإنسولين بحيث أنه ما هو شغال بشكل فعال. طبعاً عوامل الخطورة تقريباً نفس عوامل الخطورة للإصابة بمرحلة ما قبل السكري، نفسها تقريباً. يعني الشخص لما يتعرض لعوامل الخطورة مرحلة ما قبل السكري لفترات طويلة قاب قوسين أو أدنى راح يتحول إلى مريض سكر. العمر تزيد احتمالية الإصابة به مع التقدم بالعمر، زيادة الوزن، كذلك قلة النشاط البدني، التاريخ العائلي، إصابة أحد أفراد العائلة من الدرجة الأولى، ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، الإصابة المسبقة بأمراض القلب، كذلك الإصابة المسبقة بسكري الحمل للسيدات. طيب نرجع للجدول مرة ثانية. معدلات السكر في الدم ومدلولاتها، إحنا لو نركز في العمود الثالث هذه الأرقام إحنا نشوفها في العيادة للشخص المصاب بمرض السكري. لما يكون فحص الصايم حقه تقريباً أكثر أو يساوي 126، أو يكون سكره بعد الأكل ساعتين أكثر من 200 ملغرام، أو يكون سكره التراكمي أكثر من 6.5. إحنا لما نشوف واحدة من هذه القراءات إحنا تكون عندنا دلالة أن هذا الشخص مصاب بالسكري. طبعاً أقلها في الدقة اللي هو بعد الأكل بساعتين، لأنه يتأثر بعدة عوامل مثلاً نوعية الأكل، بعض العوامل الأخرى، فما يكون دقيق مرة إلا لما يكون فيه معه أعراض أخرى للسكري. فإحنا كرقم واحد في الأهمية فحص السكر التراكمي، ويجي بعده اللي هو فحص الدم للصائم. طيب نجي لعلاج السكري من النوع الثاني. علاج السكري من النوع الثاني يعتمد على خطتين، خطة علاج. بالنسبة لخطة المعالجة الغير دوائية تتضمن نمط الحياة الصحي، وذلك عن طريق الحرص على التغذية الصحية والمتوازنة الغنية بالألياف وقليلة السكريات والدهون، كذلك خسارة الوزن، ممارسة الرياضة. وإحنا لما نتكلم عن ممارسة الرياضة نتكلم عن 150 دقيقة في الأسبوع، ويكون النشاط البدني متوسط. كذلك استخدام الأدوية سواء كانت أدوية عن طريق الفم أو حقن الأنسولين. طيب نجي للوقاية من السكري من النوع الثاني. على عكس النوع الأول اللي ما في يعني طرق وقاية واضحة إلى الآن منه، بالنسبة للسكر من النوع الثاني العيش وفق نمط حياة صحي يقي بعد الله سبحانه وتعالى من الحالة ما قبل السكري، وبالتالي الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني. كذلك الأشخاص الذين أعمارهم تزيد عن 45 ولديهم عوامل خطورة، عمل التحاليل بشكل دوري لتشخيص مبكرا وتجنب المضاعفات. وهذا الشيء اللي عرجت عليه قبل كذا، انه خلاص اذا في عندنا اي شخص عمره 45 سنه وفوق يفضل انه يعمل تحليل السكر الصائم مره واحده في السنه. بالنسبه لعوامل الخطوره اتوقع انه نسب يعني كبيره من الناس انه اما عنده زياده في الوزن او قله حركه او انه عنده تاريخ عائلي لاصابه بمرض السكري، فلذلك يعني ننصح الاشخاص انهم يسوون التحليل. طيب ليش الاهتمام هذا؟ ليش نهتم مريض السكري؟ لماذا يعني هذا الاهتمام سواء على نطاق اللي هو طبيبك في العيادة أو على وزارة الصحة أو الجمعيات الخيرية؟ لا
لأن مرض السكري يأثر على الجسم بشكل كامل. ومرض السكري مو فقط عبارة عن ارتفاع مستوى السكر أو الجلوكوز في الدم، لا، مرض السكري يأثر على أجزاء الجسم كثير، العيون، الكبد، العضلات، العظام، الكلى، الأعصاب إلى آخره. فله مضاعفات للأسف تأثر على جودة الحياة. فيه مضاعفات حادة له مثل نقص السكر في الدم. نعم، بعض الأشخاص اللي مصابين بمرض السكر خصوصا لما يكونون على أدوية يمر عليهم حالة تسميها نقص السكر في الدم، وهذه تعتبر خطيرة. كذلك ارتفاع حمض الكيتوني أو إحنا نسميها بالعامي حموضة الدم تجيهم بعض الأحيان. طبعا فرط السكر في الدم. طبعا في مضاعفات مزمنة أو على المدى البعيد تبدأ تظهر، وهذه برضو مرة مهمة ولازم إحنا نهتم فيها ونحاول نسوي لها ضبط قدر الإمكان، اللي هو اعتلال الكلى واعتلال شبكية العين، مشاكل صحة الفم والجلد كذلك، مشاكل المسالك البولية، مشاكل العظام، تصلب الشرايين، كذلك المشاكل النفسية، لأنه كثير من الأشخاص المصابين بمرض السكري غير متحكم به يمرون بضغوط نفسية بعض الأحيان تأثر على جودة الحياة لديهم. طيب، إحنا دائم ننصح مريض السكري عند زيارة الطبيب أنه يتابع مع طبيبه قياس ضغط الدم عند كل مراجعة، كذلك قياس الوزن عند كل مراجعة، فحص القدمين كل 6 أشهر، كذلك عمل فحص السكر التراكمي كل 6 إلى 12 شهر. هذا للأشخاص اللي متحكم فيهم. بعض الأحيان لما يكون السكر التراكمي جدا مرتفع إحنا كأطباء ممكن أن إيش نعيده كل 3 شهور. كذلك عمل فحص الكوليسترول تقريبا بشكل سنوي، فحص وظائف الكلى بشكل سنوي، كذلك فحص العيون والشبكية بشكل سنوي. للأسف هناك بعض المفاهيم الخاطئة عند مرضى السكري نواجهها كثير في العيادة. بعضها للأسف يعني تكون بديهياً ما هي صحيحة، وفي بعضها فيه اشتباه ولا نلوم المرضى، لكن إحنا واجبنا كممارسين صحيين إن نقدم المشورة لهم وإن نساعدهم ونساندهم في هذا الموضوع. إحنا دائماً نحرص على المراجعين ونحرص على المجتمع بشكل عام أن يأخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة من الطبيب أو من وزارة الصحة. طبعاً من بعض المفاهيم الخاطئة أنه إكثار من التمر والعسل لأنها صحية، هذا يعتبر معلومة خاطئة، لأن التمر والعسل من الأطعمة الغنية بالسكريات، لذلك يجب التقليل منها. كذلك أن السكر الأسمر أصح من السكر الأبيض، وهذا غير صحيح لأنهم تقريبا متشابهين أو في السعرات الحرارية. كذلك سمنة الأطفال ما تضرهم كثير، إحنا نشوف من الأمهات أنها تحرص أن ابنها يكون وزنه زايد، وأن في نظرها أن هذا دلالة على الصحة وعافية الطفل، وهو بالعكس يعرضه للإصابة بالسكري. كذلك سكر الحمل لا يمكن أن يتطور إلى سكري مزمن، لا، إحنا السيدات اللي يتعرضون لسكر الحمل يكونون معرضين للإصابة بمرض السكري في المستقبل، لذلك إحنا نحرص عليهم من ناحية الحمية الغذائية والرياضة والاهتمام بالصحة العامة عشان بعد الله سبحانه وتعالى نقلل احتمالية إصابتها بالسكر. كذلك الخلطات الشعبية اللي تنتشر بين الناس هذه مشكلتها مشكلة، يعني مرت علينا كذا حالة إنه في خلطة فلان أو خلطة مدري إيش تنباع أو تتوزع بين الناس أنه فيها مواد مجهولة المصدر مخلوطة، وفي بعضهم للأسف يأخذ أدوية سكري قوية جداً ويخلطها في الأعشاب هذه عشان تنزل السكر في الدم، فيوهم المريض أنه والله فعلاً هذه العشبة وهذه الخلطة نزلت سكرك، لكن فعلياً هي العلاج، وللأسف يكون بكميات كبيرة وتدخل المريض في مشاكل ولا سمح الله قد تؤدي إلى أشياء خطيرة أو الوفاة لا سمح الله إذا نزل السكر بشكل كبير. طيب، نصيحة أخيرة للحضور الكريم،
مرض السكري أو الإصابة بمرض السكري لا تعني نهاية الحياة، أو أنه خلاص أنك أنت شخص مصاب بمرض مزمن وأنه ما تقدر تأكل براحتك ولا تقدر تسوي شيء. لا بالعكس، أنت كمريض السكر إذا توكلت على الله سبحانه وتعالى ومارست حمية غذائية ورياضة وتابعت مع طبيبك ووضعت لك جدول غذائي ونمط غذائي صحي، برادة الله سبحانه وتعالى راح تقدر تعيش حياة طبيعية وتقدر تمارس حياتك بشكل كامل، وراح تكون يعني في منأى عن أعراض أو مضاعفات مرض السكري. كذلك ننصح مرضى السكري بأخذ لقاح كورونا خلال هذه الفترة، لأنهم يعتبرون من ذوي الأمراض المزمنة، وإحنا قدر الإمكان نستهدف في وزارة الصحة ذوي الأمراض المزمنة إنهم يأخذون تطعيمة كورونا لوقايتهم من الأعراض المرض. كذلك ننصح أي شخص يعاني من عوامل خطورة مثل زيادة الوزن، قلة الحركة، إذا في تاريخ عائلي للإصابة بالسكري عمره من 45 أو عدى 45، بعمل فحص سكري بشكل سنوي عشان نطمن عليهم. شكرا لحضوركم، وباب الأسئلة مفتوح لأي استفسار أو أي استشارة. شكرا جزيلا هذا الدكتور عادل. هننتقل للفقرة التالية، للفقرة في الأسئلة. أول سؤال بيقول: ألم وتنميل باليد إيش أسبابه؟ طيب، بالنسبة للألم وتنميل اليد من الأعراض الشائعة اللي تجينا في العيادة كثير، ما نقدر نحكم على السبب من يعني هذه الأعراضين فقط. يعني هذه الأعراضين لها دلالات كثيرة، قد تكون مرضية وقد تكون غير مرضية. يجب علي أنا كطبيب أنه أخذ تاريخ مرضي مفصل، فحص سريري، كذلك فحوصات وتحاليل عشان نتأكد عن المسبب ونتأكد من السبب اللي بشكل واضح، وبناء عليه راح نعطي خطة العلاج المناسبة، لكن ليس بالدلالة أنه يكون سكر يعني. تمام، فهمت. بقول: تطبيق نظام الكيتو لمريض السكري هل هو مناسب؟ طيب، حمية الكيتو من الحميات اللي طلعت في الفترة الأخيرة، تعتمد على أنه الواحد يأخذ نسبة دهون جدا عالية عوضا عن الكربوهيدرات. الكربوهيدرات يعني يوقفها تماما أو يستخدمها بشكل ضئيل جدا. للأسف حمية الكيتو بعض الأحيان أنها ممكن تسبب لخبطة في كيمياء الدم، لذلك إحنا ما ننصح مريض السكري خصوصا النوع الأول إنه يطبقها. حمية الكيتو للنوع للسكري من النوع الأول لا ينصح بتطبيقها. بالنسبة للمريض السكري من النوع الثاني، تعتمد على عدة عوامل، قد يكون من الممكن تطبيقها بعد استشارة طبيبه، بعد ما يأخذ قراءات كاملة، تحاليله كاملة، تاريخ المرض كامل، ممكن أن يكون من الممكن أن يطبقها على السكري من النوع الثاني، بشرط واحد أنه يتابع مع طبيبه. وأنا أنصح شخصياً أنه في أنظمة حمية غذائية أخرى مناسبة لمريض السكر، اللي هي أن تكون قليلة الكربوهيدرات يعني وقليلة السكريات قدر الإمكان، لكنها تكون تحتوي على جميع العناصر قدر الإمكان، لأن كيتو ما فيها كربوهيدرات، والكربوهيدرات تعني أنه ممكن الواحد يخش في مشاكل هو في غنى عنها. تفضل. السؤال: عندي تراكمي 6.7 معي سمنة، بديت في انقاص الوزن، هل نزول الوزن يرجع ممكن يرجع طبيعي للسكر يعني؟ طيب، احنا لما يكون احنا لما يكون عندنا شخص سكر تراكمي 6.7، احنا نقدر نقول انه يعني دخل في مرحلة السكري، خصوصا عنده زيادة في الوزن. اتوقع انه طبيبه اعطاه خطة علاج تتضمن حمية غذائية ورياضة، متوقع أن طبيبك برضو صرف لك اللي هو منظم. طبعاً أنت إذا وضبت على الحمية الغذائية والرياضة والمنظم ونزل وزنك بإذن الله سبحانه وتعالى، إن السكر التراكمي راح ينزل معاك، راح تدخل في معدلات إن شاء الله طبيعية بإذن الله. وإذا وضبت على هذه الخطة قدر الإمكان بإذن الله، هذه راح تقيك من الإصابة بالسكري، أو لا سمح الله إذا في احتمالية إصابة للسكري
انها راح تكون شوي بعيده على المدى البعيد. تمام يا فندم. استخدم منظم السكر لانقاص الوزن، هل هو امن؟ طبعا من استخدامات منظم السكر اللي هو الميتفورمين او الاسم التجاري الجلوكوفاج انه ينزل الوزن. طبعا هو له فوائد انه ينظم السكر في الدم، ينزل الوزن، لكن ننصح الاشخاص انهم ما يستخدمونه بدون استشاره طبيه، لانه رغم انه من الادويه الشائعه من الادويه الامنه، لكن كل دواء له مضاعفات جانبيه، فلذلك ننصحها باستشاره الطبيب، اخذ تاريخ مرضي مفصل، التاكد من وظائف الكلى، لا سمح الله لا يكون عندها اي مشاكل ثانيه. إذا ما في أي مشاكل أو موانع أنها تستخدم المنظم، ممكن طبيبها يسمح لها أنها تبدأ عليه. تفضل. تفضل. هل الأرز الأسمر مناسب لمريض السكري؟ طيب، كثير من الناس عنده اعتقاد مثلا أنه الخبز الأسمر أو الرز الأسمر أو السكر الأسمر أنه يكون صحي أكثر أو سعرات الحرارية أقل من الرز الأبيض أو الدقيق الأبيض. هي فعلا ممكن تكون نسبة السعرات الحرارية أقل، لكنه مو شرط أنه صحي. إحنا في معيار عندنا نهتم فيه اللي هو لا يحضر اسمه بالعربي، لكن اللي يسمونه glycemic index، لكل أكل أو كل نوع طعام أنت تقدر تشوف glycemic index حقه، كل ما كان عالي كل ما كان هذا الأكل يرفع السكر بشكل سريع. لكن إحنا دائم نحرص على المريض أنه يكون نظام الغذائي متوازن، يكون الطبقة اللي يأخذه على الوجبات الرئيسية نصفه خضروات وفواكه، الربع يكون بروتين وربع يكون كربوهيدرات أيا كانت. لكن طبعا يعني الخبز الأسمر أو الرز الأسمر قد يكون أنه أفضل من الأبيض. تفضل. دوخة أثناء الأكل، هل هذا دلالة على أعراض السكري؟ طيب، بالنسبة للدوخة بعد الأكل ما لها علاقة مباشرة بارتفاع السكر، لا، هو اللي يصير إنه الواحد لما يتناول كميات كبيرة من الطعام المعدة تبدأ تشتغل، تبدأ تحاول أنها تهضم، فهذا يسبب إنه الدورة الدموية تزيد في منطقة البطن ومنطقة الأحشاء، فالواحد يحس بأعراض اللي هو إرهاق ووهن وتعب. فهذا المشكلة اللي حاصلة إنه الدورة الدموية والدم بدأ يروح جهة البطن عشان يساعد في عملية الهضم، ما له علاقة مباشرة بالسكري، لكن إذا عندها أي أعراض أو هذه الأعراض كانت شديدة جدا عليها. بيقول هل من لديه تاريخ عائلي بمرض السكري ويريد الحفاظ على عدم إصابته بمرض السكري ماذا يفعل؟ طيب، احنا للاسف في السعوديه هنا تقريبا اغلبنا الا في احد في البيت عنده شخص مصاب بالسكر. احنا نحرص قدر الامكان على الحميه الغذائيه وانقاص الوزن. في حال كان السائل عنده زياده في الوزن يحاول ينزل من وزنه 7%. اذا قدر على هذه الخطوه نروح للخطوه الثانيه انه يكون معدل كتلة الجسم حقته تحت 25 عشان يكون بمنأى وبعيد عن الإصابة بالسكري. كذلك ممارسة الرياضة، النمط الغذائي قدر الإمكان يحاول يتجنب السكريات، يتجنب الأكل المعالج، يتجنب الدقيق الأبيض، الحلويات قدر الإمكان، يزيد من نسبة الخضروات والفواكه في أكله. تقريبا هذه أغلب النصائح لو طبقها بإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى راح يكون بعيد كل البعد عن الإصابة بالسكري بإذن الله. تمام. هل أكل الحلى على الجوع يسبب السكري؟ ما في علاقة مباشرة بين أكل الحلى على الريق والإصابة بالسكري، لكن أكل الحلويات عند الريق يعتبر من العادات السيئة، ويعني في الغالب الناس اللي يبدون على الصبح على أشياء حلوة زي كذا إنه إنسان يعني يعشق الحلا ويحب الحلا، فيجب عليه أن يراجع نفسه، يشوف كيف نمط أكله طوال اليوم ويحاول يرتب جدوله الغذائي. ما في مشكلة الواحد يأخذ له قطعة حلا، خصوصا بالنسبة للناس الأصحاء ما في مشكلة الواحد يأخذ قطعة حلا بين فترة وبين ثانية، لكن يحرص على
التغذية بشكل أكبر. إحنا دائما ننصح الأشخاص أنه يتناولون 3 وجبات رئيسية ووجبتين خفيفة تكون بين الوجبات الرئيسية. نحرص على الوجبات الرئيسية أنها تحتوي على عناصر اللي هو الخضروات والفواكه، البروتينات والكربوهيدرات. لكن أن الواحد يبدأ مثلاً على قطعة بسكوت أو قطعة شوكولات لوحدها، أتوقع أنها يعني عادة غير صحية. تفضل. فلما بيقول ما هي أسباب ظهور الجروح في القدم مريض السكر وكيف التعامل مع الجروح؟ طيب، إحنا بالنسبة للأشخاص المصابين بالسكر عرضة أنهم تجيهم إصابات في باطن القدم، بحكم أنه بعد سنوات طويلة من الإصابة بمرض السكري مريض السكر يبدأ يقل الإحساس عنده أو يخف الإحساس، أو بعض الأحيان يوصل لا سمح الله يفقد الإحساس في القدم، فيكون عرضة للإصابات والرضوض في القدم. كذلك فطريات القدم تنتشر عند مرضى السكري، فبحكم أن زيادة السكر في الدم تزيد من احتمالية نسبة ظهور الفطريات في القدم. إحنا ننصح دائم مريض السكري أنه يعتني بقدم قدر الإمكان عن طريق الآتي: أول شيء غسل القدمين وأنتم كرامة بشكل يومي، وإحنا الحمد لله بما أننا مسلمين هنا مع الوضوء مع كل صلاة الواحد يغسل قدمه، نحرص على المريض أنه ينشف القدم وأنتم كرامة بعد كل وضوء، أنه يلبس جزمة مفتوحة أو جزمة ذات تهوية كويسة. كذلك قص الأظافر بشكل طولي عشان نتجنب مشكلة اللي هو الأظفر المنغرس. وكذلك فحص القدم عند الطبيب، عند زيارة الطبيب الزيارة الدورية للسكر. لا سمح الله في حال ظهور جروح أو قروح لدى مريض السكر في قدمه، يجب عليه الإسراع وزيارة الطبيب أقرب وقت ممكن حتى يتم تقييم الحالة ويشوف هل هي لا سمح الله مثلا عدوى فطرية. بالنسبة للفطريات بسيطة، مجرد أن نصرف كريمات تروح، لكن لا سمح الله لو دخل في قرحة سكري، قرحة في القدم أو شيء لا سمح الله، إحنا ممكن أن إيش يحتاج عناية متقدمة، ممكن نضطر نحوله إلى مركز اللي هو القدم السكرية عشان يهتمون فيه ويعتنون فيه بشكل أكبر. طبعا عشان نقي مريض السكر برضو من هذه الأشياء لازم يضبط سكره، هذا المفتاح رقم واحد، إنه يضبط سكره عشان ما يتعرض لهذه الأشياء، ما يتعرض لأعراض اللي هو القدم السكرية. تفضل. فنم. إذا أصيبت الأم الحامل بسكر الحمل وإذا أنجبت طفلها، ممكن بعد فترة من عمر الطفل مثلا بعد 2 سنين من العمر، هل يصاب الطفل السكر بالنوع الأول من السكري؟ ما في علاقة سكر الحمل و معلش الصوت راح فندي، ممكن تعيد تاني؟ الطفل بالسكري نفسه. طب تسمعني كذا؟ أيوة واضح كذا. أيوة. بالنسبة للمرأة الحامل أو لما تكون مصابة بسكر الحمل وتولد الطفل، ما في علاقة مباشرة بسكر الحمل مع احتمالية إصابة الطفل بالسكر من النوع الأول، لكن إذا كان هناك في تاريخ عائلي الإصابة من السكري بالنوع الأول، يكون الطفل عرضة للإصابة بالسكر من النوع الأول. لكن سكر الحمل والطفل نفسه ما في علاقة مباشرة. في بعض الدلالات يعني لما يكون مثلا لا سمح الله الطفل وكان وزنه كبير جدا، بعض الدلالات الأخرى لما يكون عنده لخبطة في الهرمونات ممكن أنه يكون عرضة للإصابة بالسكري، لكن كشيء رئيسي أو شيء أساسي لا، بإرادة الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ما فيه. تمام فندم. أفضل نوع سكر يستخدم للوقاية من داء السكري؟ معليش عيد السؤال. يعني هو أنا اللي فهمته إنه بيسأل على نوع سكري للتحلية ما يكونش مضر يعني. تمام. طيب. مش واضح، أظن اللي فهمته قد أصدق كده. طيب إحنا ننصح قدر الإمكان. بالنسبة للأشخاص الأصحاء، يعني للأشخاص الأصحاء الغير مصابين بمرض السكري، ما في مشكلة أن يتناول السكر العادي، تمام، لكن بكميات قليلة وقدر الاحتياج بدون زيادة. يحرص أنه زي ما قلت يتناول الطبقة اللي بالتوزيع الصحية اللي يكون
نص خضروات وفواكه وربع كربوهيدرات وربع بروتينات قدر الإمكان. كذلك أنه يكون الأكل حقه بالنسبة للخضروات أنه ما يكون فيها نسبة نشا عالية وما يكون فيها نشويات عالية، ما في مشكلة أن يأخذ سكر بكمية بسيطة. للأشخاص المصابين مرحلة ما قبل السكري أو بالسكري، في بعض المحليات الموجودة بالسوق مثل ستيفيا ممكن أن يعوضها ويستخدمها لتحسين الطعم بكميات معتدلة كذلك، مو يأخذ راحته فيها. إحنا اكتشفنا أنه أكثر الناس يأخذ كمية سكريات من الأكل من المشروبات الغازية أو المشروبات المحلاة، فخليه يحرص كل الحرص أنه إيش يقرأ المعلومات الغذائية على المنتج اللي يشوفه، يشوف كم نسبة السكريات فيها ويحاول أن يأخذ اللي فيه نسبة سكريات أقل. تقريبا هذه أغلب الأشياء. لأنه تمام، هل هناك علاج لمرحلة ما قبل السكري؟ سمعتني يا دكتور؟ تفضل. هل هناك علاج لمرحلة ما قبل السكري؟ طيب، احنا كما عرجنا سابقا انه مرحلة ما قبل السكري نقدر ان نخلي المريض يرجع الى المستوى الطبيعي او انه يكون شخص سليم عن طريق الحمية الغذائية، الرياضة، تخفيف الوزن. ممكن في بعض الحالات احنا نصرف منظم للسكر جلوكوفاج في حال رأى الطبيب ذلك. اذا اتبع المريض هذه الاشياء من الممكن ان المريض يرجع الى الخلف من مرحلة ما قبل السكري ويرجع شخص طبيعي برادة الله سبحانه وتعالى. دكتور، من فضلك ايش رأي حضرتك بمشروب القرفة لمريض السكري؟ اوكي، طيب، بالنسبة للقرفة يعني ما في دراسات واضحة عليها، لكن يعني ما في شيء واضح، ما اقدر اعطي رأي طبي فيها. المفروض انه يحرص على نمط غذائي صحي، ياكل يكون اكله يحتوي على السعرات الحراريه واحتياجه اليومي، برضو ياخذ علاجه بشكل يومي. بالنسبه للقرفه بحد ذاتها ما لها علاقه مباشره، يعني ما اقدر انصح او فيها او اني ايش اقول لك وقفها، لكن خليك مع طبيبك افضل، يعني هو اللي ممكن يفيدك فيها اكثر. تمام، هل سكر الحمل مضر ولا فقط يجي فترة الحمل ويروح؟ أكيد قصده مستمر، هو كاتب مضر بس أكيد قصده مستمر. ايوه فهمت عليها. طيب، بالنسبه لسكر الحمل، احنا لما تجي عندنا سيده حامل مصابه بسكر الحمل، هذا يزيد اللي هو عوامل الخطوره بالاصابه بسكر الحمل للمره الثانيه، واحتماليه ان يجيها سكري بعدين، سكري مزمن من النوع الثاني. ويجيهم سكر من الحمل، يعني بالنسبة ما تحضرني الآن، لكن ممكن احتمالية أنه في الحمل القادم أنه ممكن يجيها سكري. هل ممكن أن يتطور إلى سكر مزمن؟ نعم ممكن، لكن عشان كذا إحنا نحرص أنه أي سيدة تعرضت لسكر الحمل سابقا أنها تكون مهتمة أكثر من غيرها في خصوص الوقاية من الإصابة بالسكري، فلازم أنها تحرص على الحمية الغذائية، تنزيل الوزن، والرياضة أكثر من غيرها. تمام، هو برضه السؤال نفس فكرة أكل السكر على الريق، بس بيتكلم في الفواكه، أكل الموز أو الفاكهة اللي فيها سكريات كتير على الريق يسبب السكري؟ طيب، بالنسبة للفواكه والخضروات هذا ما في أي مشكلة، لأنها تعتبر سكريات طبيعية عكس السكر الأبيض. السكر الأبيض هو من السكر مكرر وسيء جدا، وقيمته الغذائية تقريبا معدومة، لكن لما الواحد يأخذ السكريات من مصادر طبيعية من الفواكه، حتى لو كانت فواكه حلوة ما فيه مشكلة يقدر يأخذها، هذا إذا كان إنسان يعني سليم ما فيه مرض سكري. بالنسبة للمريض السكري نقول له برضو ما في مشكلة، تقدر تأكل فواكه زي ما تبغى، ولكن يكون في تقنين شوية، خصوصا في بعض في بعض الفواكه اللي تكون فيها نسبة السكر عالية، يعني زي التمر مثلا. احنا نحرص على مريض السكري بالذات انه يقنن الكميات اللي هو ياخذها فيها. تقريبا هذا اغلب شيء. تفضل. تمام،
ما هي الأعراض التي تستوجب زيارة الطبيب؟ طيب فيما يتعلق بالسكري، احنا دائم ننصح اي شخص يعاني من اعراض جوع شديد، عطش شديد، وانتم بالكرامة تبول بكثرة، تشويش، او ما هو قادر يفكر بشكل كويس، ظهور التهابات في المسالك البولية بشكل متكرر، انه يزور طبيبه، خصوصا لما يكون عمره من 45 وفوق، او يكون عنده عوامل سكري اخرى مثلا زيادة في الوزن وقلة حركة، احنا ننصح يزور الطبيب. ومجرد فحوصات بسيطة سويها في العيادة وتاريخ مرضي مبسط يافظ الطبيب، ممكن ان يخلينا نكتشف اشياء اكثر عن الحالة. نعم. أنا مريض سكري لكن غير مستقر رغم تناول المنظم، أحيانا يرتفع وأحيانا ينخفض، ما أعرف إيش أسوي. طيب احنا لما يكون عندنا مريض سكر ويكون السكر حقه متقلب، لها كذا احتمال. الاحتمال الاول انه المريض جدول الغذائي غير منتظم، بحيث انه ما ياكل وجبات بانتظام، او نفس كميات الوجبات ما هي متساويه. احنا دائما ننصح الناس انه ياخذون 3 وجبات رئيسيه وجبتين خفيفه. فنواجه كثير من الناس في العياده انه مثلا وجبه رئيسيه واحده في اليوم وياكل كميه كبيره جدا، او انه ياكل حلويات، نوعيه الاكل انه ياكل حلويات وسكريات كثير، وما هو ملتزم بالنصائح. كذلك بعض الاحيان تكون الادويه غير كافيه له، فنحتاج احنا كاطباء ان نزود له جرعه او نضيف له علاج اخر. كذلك بعض الأحيان تكون استجابة الجسم للدواء خلاص غير كافية، لأن مرض السكر مرض يتقدم مع الوقت، فممكن هو يبدأ على خطة علاج وتكون ماشية أموره، فيتفاجأ أنه بعد فترة معينة من الزمن أن علاجه ذا ما عاد يشتغل معه، ولا مو ما عاد يشتغل معه، لا السكر تقدم عنده، فيحتاج إحنا أن نزود العلاج الحالي أو نضيف علاج آخر، فهذا يعتبر من التطور الطبيعي لمرض السكر. فأنا أنصح السائل الكريم انه يزور طبيبه ويناقش معاه موضوع اللي هو تقلبات السكر. الدكتور راح يناقشه وياخذ منه معلومات مبسطه، وبناء عليها راح نعرف السبب تقلبات السكر، وبناء عليها راح نتخذ الاجراء المناسب. تفضل. تمام. بنتي فيها العصب السابع وفيها بدايات سكري، هل السكر يمنع شفائها تام؟ طيب برادة الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ما فيه أي مانع. إحنا نحرص الأشخاص المصابين بالتهاب العصب السابع أنه يأخذ العلاج اللي انصرف له في الطوارئ. بعد ما تأخذ العلاج وتخلص منه، ننصح أنها تبدأ على العلاج الطبيعي. لما يكون الصغر في العمر راح ترجع وظائف العصب السابع، المستويات ممتازة إن شاء الله بإذن الله. ما في أي يعني علاقة مباشرة بين اللي هو الإصابة، أو خلينا نقول نسبة الشفاء والسكري، فإن شاء الله أمورها تمام بإذن الله. تمام. نسبة السكر التراكمي 6.5، هل يجب استخدام المنظم؟ وهل صحيح زيادة الوزن تكون سبب في ارتفاع السكري؟ طيب بالنسبة لزيادة الوزن طبعا سبب رئيسي في ارتفاع في دخول مرحلة ما قبل السكري أو في الإصابة بالسكري. بالنسبة للمنظم أنا أنصح أن يزور طبيبه بأسرع وقت، يأخذ منه معلومات مفصلة، يأخذ منه التاريخ المرضي كامل، يأخذ منه بعض التحليل والفحوصات. خيار المنظم خيار مطروح بقوة له في حال ما كان فيه أي مانع له إن شاء الله. الاستمرار في الرقبة، هل صحيح من علامات هو كاتب ارتفاع الانسولين في الدم؟ اكيد يقصد فيها السكر. ايوه صحيح طبعا. نعم، من العلامات الشائعه لزياده المقاومه الانسولين في الجسم انه ظهور بقع داكنه او سمراء في منطقه الرقبه او في منطقه الفخذين او في الجنب، ممكن يكون من العلامات الشائعه. لذلك اذا المريض لاحظها في نفسه ننصح انه يزور طبيبه. تمام. هل يحدث لمريض السكر تشنجات مفاجأة؟ ما في أي يعني دلائل مباشرة لإصابة التشنجات لمريض السكري، ما في أي يعني رابط مباشر بينها. هل المنظم يوقف عمل البنكرياس؟ بالنسبة للمنظم طريقة عمله ما لها علاقة في البنكرياس بشكل مباشر، بل المنظم فكرته
يزيد من أو يحسن من اللي هو امتصاص السكريات في الدم، يزيد من حساسية الأنسولين في الدم فيخلي السكر ينزل، ما لها أي علاقة مباشرة في البنكرياس، بالعكس يعتبر من الأدوية الممتازة جدا فيما يتعلق بالسكري. تم 6.6 تراكمي تاخد منظم او لا؟ يمكن حضرتك جاوبت عليه بس يعني تكرر. معلش ممكن تعيد السؤال؟ هو يمكن نفس فكره السؤال 6 ونص. طب قول انا مريض سكر، عندي مش مريض سكر، 6.6 تراكمي اخد منظم ولا اتبع حمية يعني؟ اي نفس السؤال اللي جاوبنا عليه قبل كذا. ايوه انه لازم تزور طبيبه ياخذ المعلومات المفصله عن الحاله، بعض الفحوصات الاوليه. طبعا العلاج رقم واحد اللي هو تغيير نمط الحياه الى نمط حياه صحي، حميه غذائيه، ممارسه رياضه، تخفيف وزن. طبعا المنظم راح يكون من الخيارات المطروحه بقوه لها اذا ما في اي مانع. تمام. هل بعض ادويه السكر تسبب النسيان؟ لا ما في أي شيء يعني ثبت علمياً أنه يسبب اللي هو النسيان. أغلب أدوية السكر ما في أي شيء من هذا الكلام. تفضل. ما الفرق بين الارتفاع والانخفاض وأيهما أفضل؟ طيب ولا واحد فيهم أفضل، كلهم سيئين وكلهم أخطر. أخطر أها أيهما أخطر؟ كلهم والله خطرين، ما نتمنى أي شخص أن يصاب فيهم، لكن إحنا بالنسبة لنا هبوط السكر انخاف أكثر من الارتفاع. ارتفاع السكر ما في مشكلة، الواحد ممكن يجلس السكر حقه مرتفع يوم يومين ثلاثة أيام ما في إشكالية، أو خلينا نقول الأعراض أو المضاعفات ممكن أنا إيش تاخذ فتره طويله على تبدا ما تبان، عكس الانخفاض. الانخفاض قد يكون في دقائق معينه المريض يبدا يخش في اعراض ولا سمح الله ممكن تسبب اللي هو انه فقدان للوعي والوفاه. فلازم ان نهتم في هذا الموضوع. وعلى فكره استاذ عمرو احنا عندنا في المحاضره القادمه ان شاء الله راح نتكلم عن اللي هو ارتفاع السكر وانخفاض السكر وكيفيه التعامل معها وكيفيه اسعاف المريض لا سمح الله في حال انخفاض السكر في حال ارتفاع ان شاء الله باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سرعة الانفعالات والغضب، هل هذا صحيح بسبب مرض السكري؟ طيب احنا فعلا يعني ان الاشخاص المصابين بالسكري لاحظوا انه عندهم سرعة الغضب والانفعال شيء طبيعي عندهم، شائع جدا بين مرضى السكري. كذلك الاشخاص اللي قبل كذا ما كان عنده السكر وكان يتعرض للضغوطات وتوتر بشكل مستمر، قد هذه الأشياء أنها تلعب دور كبير وتكون عامل مساعد للإصابة بالسكري. تمام. هل منظم يؤثر على الكلى؟ يتجنبون أي ضغوطات محتملة عندهم. تفضل. ما سمعتش أقول هل المنظم يؤثر على الكلى؟ ما سمعتش الإجابة. أوكي تمام. بالنسبة للمنظم هو يعني من طريقة استخلاص من الجسم أو الجسم يتخلص منه عن طريق الكلى. فعلا إحنا لما نبدأ نصرف المنظم إحنا نحط في الاعتبار اللي هو وظائف الكلى، إيش الوضع، هل الكلى كويسة، هل هي شغالة بشكل كويس، هل في مشاكل في الكلى سابقة، وبناء عليها إحنا نقرر هل نصرف المنظم ونحدد الجرعة كذلك لها. فمن المهم أن يتم تقييم وظائف الكلى من قبل الطبيب قبل صرف المنظم. نعم. فندم بقول انا سكري يوميا يصل 450 او 500، هل هذا خطر على المريض؟ جدا خطر، جدا خطر وجدا شيء غير صحي. وانا انصح بزياره الطبيب بشكل عاجل، ضبط السكر، ضبط خطه العلاج، نشوف ايش الاسباب، لان رقم غير منطقي اطلاقا، هذا الرقم رقم جدا كبير. صعوبة في إنقاذ الوزن مع استخدام الأدوية والتحكم بالسكري. طيب احنا من الأشياء اللي ايوه من الأشياء اللي نواجهها في العيادة ان الناس تواجه صعوبة في إنقاص الوزن. بعض الأحيان انه يكون اسبابها من قبل الشخص نفسه، وبعض الأحيان يكون خارج عن إرادته. ممكن في بعضهم يقول انا اسوي حمية غذائية واسوي رياضة بس ما تكون بالقدر الكافي، وبعض الأحيان لا، هو فعلا جالس يسوي حمية ممتازة
وجالس يسوي رياضه بشكل ممتاز لكن ما ينزل وزنه. هنا احنا نشوف ايش الاشياء الطبيه او الاشياء المحتمله اللي ممكن تسبب ثبات الوزن، ممكن تكون اشياء هرمونيه، ممكن تكون اشياء اخرى. لذلك في حال انها مارست حميه غذائيه بشكل كويس ورياضه بشكل كويس وما زالت تعاني من ثبات الوزن او زياده الوزن، انصحها بزياره الطبيب للبحث الاسباب. نعم. تمام فندم. السكري عندي ما يرتفع بسهوله بعد الاكل، واحيانا بيكون اقل من 100، يعني التاكل والسكر بيوصل ل100، هل يعتبر خطير؟ طبعا اقل من 100 ما يعتبر خطير. احنا متى نخاف؟ لما يكون السكر مستوياته تنزل تحت 70. كثير من الناس ما شاء الله ياكل ويكون مستويات السكر عنده شويه ما هي مرتفعه مره او ما تحت المتوقع. اذا هي فوق 70 امورها ان شاء الله تمام باذن الله. لكن في حال كان وجود في اعراض انخفاض للسكر مثل الدوخة، الرعشة، خفقان، تعرق، تشويش في النظر، وكانت مستويات السكر عندها دائم تنزل تحت 70، لنفترض مجازا حول 70، ممكن هتزور الطبيب وتبحث عن الأسباب. تمام يا فندم. سبب ارتفاع السكر وانخفاض الضغط بنفس الوقت. طيب احنا دائم الضغط مرتبط بالسكري والسكري دائم مرتبط مع الضغط، ففي الغالب إذا ارتفع أحدهما يرتفع الثاني. لكن أنه السكر يرتفع والضغط انخفض، في بعض العوامل ممكن تسببها، بعض الأدوية ممكن تسببها. إحنا لازم نراجع خطة العلاج حقتنا، في بعض أدوية السكر لها علاقة بالضغط ممكن تنزل الضغط، فلذلك لازم يزور طبيبه بأقرب وقت ويراجع معاه الأدوية، لأن في بعض الأدوية محتملة أنها تنزل الضغط عنده. تفضل. تمام. هل الفجعة تسبب السكري؟ لا، الفجعة بحد ذاتها يعني حدث معين صار بشكل مفاجئ للشخص ما له علاقة بالإصابة بالسكري، لكن احنا نتكلم عن الضغوطات المستمرة لفترات طويلة ونتكلم عن سنوات، ايوه تلعب دور كبير بالإصابة بمرض السكري. تمام. سكري 180 على الريق، ده يعتبر كويس؟ معلش تعيد السؤال. هو السكري 180 على الريق بدون أكل يعتبر كويس؟ لا، يعتبر مرتفع جدا، يعتبر مرتفع جدا. احنا ننصح بزيارة الطبيب بأقرب وقت ممكن. تمام فندم. المعدل السكر التراكمي 6.5، لكن بعد الصيام 8 ساعات، بعد الصيام 8، يعني مش فاهم انا، هو كاتب معدل تراكمي 6.5 لكن بعد الصيام 8 واكثر من 160، هل هناك مشكله وهل هذا سليم؟ تمام، هو السؤال ما هو واضح لكن يعني هو وضحها حاليا، انا بقول بعد الصيام 8 ساعات بيوصل 160. طيب بالنسبه للسكر التراكمي، هو فكرته انه يقيس سكر الدم خلال الثلاث الاشهر الماضيه، لذلك ما يتأثر موضوع أنه ذاك اليوم صام أو ما صام، ما يتأثر بشكل كبير فيه، لأنه يقيس سكرك المتراكم خلال ثلاثة الأشهر الماضية. اللي يتأثر بالصيام والأكل اللي هو السكر الصائم، فلذلك إحنا سكرك الصائم لازم تكون صائم ما يقل عن 8 ساعات. إذا كان سكرك من 125 وتحت معناته أمورك تمام إن شاء الله، لكن لما يكون مرتفع على الأرقام هذه إحنا ننصحك بزيارة الطبيب. تمام فندم. هل في فرق بين السكر التراكمي والسكر بالدم؟ أتوقع أن نفس الشيء اللي قلته قبل شوية، أن السكر التراكمي هو يعطيك فكرة عن مستويات السكر في الدم خلال ثلاثة الأشهر الماضية، تمام، وهو اللي إحنا نعتمد عليه في قراراتنا العلاجية، في التشخيص، في العلاج، في زيادة الدواء أو في تقليله. بس بالنسبة لتحليل السكر المنزلي أو في اللي في الجهاز اللي يطلع لك النتيجة بشكل فوري، هذا يعطيك النتيجة اللحظية. لذلك إحنا يجينا بعض المرضى يكون سكر التراكمي 10 أو 9 مرتفع، يعني مرتفع بشكل كبير، لكن يوم يجي لي في العيادة ذاك اليوم ما أكل، فيقيس سكره يطلع مضبوط، فيقول لك طيب أنا سكري مضبوط يا دكتور، طيب لا أنت الثلاثة أشهر الماضية سكر كان مرتفع جداً. احنا ما نعتمد على هذا القراءة، احنا نعتمد على السكر التراكمي اكثر شيء. فالفكرة منه انه السكر اللي في المنزل او تحليل السكر المنزلي هذا فقط لحظي ولا يعتد فيه احنا كقرار طبي. نعم. تمام دكتور. ما هي من الوصايا للعناية بمريض السكر لكبار السن؟
طيب احنا بالنسبه للاشخاص كبار السن، ولما نتكلم عن اشخاص اللي كبار في السن بشكل كبير، يعني خلينا نقول اكثر من 70 سنه، احنا دائما ننصحهم ان او ننصح الشخص اللي يعتني فيهم انه يتغذى بشكل كويس، انه يكون ثلاث وجبات رئيسيه، وجبتين خفيفه نحرص عليها، الالتزام بالخطه العلاجيه. الأشخاص الكبار في السن قد تكون أعراض، لا سمح الله، الأشخاص الكبار في السن قد يكونون عرضة للإصابة بانخفاض السكر الشديد، بعض الأحيان قد يكونون برضو عرضة لارتفاع السكر الشديد، لذلك ممكن أن إيش إحنا نهتم بقياس السكر بشكل متكرر أكثر من غيرهم، ونكون حريصين في زيادة العلاج عشان ما ندخلهم في هذه المضاعفات اللي قلناها. فكذلك أنه إذا الشخص أو الكبير في السن مقعد، إحنا نفضل أن يسجله في الطب المنزلي. والله بس شغل تمام دكتور. طيب إحنا بما أننا كل طبعا جزاك الله خير على الإجابة على الأسئلة كلها والاستفسارات، بس عشان كل الحضور من منسوب التعليم، ففضلا نصيحة أخيرة للتعامل مع الأطفال في المدارس أو الطلاب في المدارس المصابين بداية السكري. طيب أول شيء إحنا نشكر الزملاء في وزارة التربية والتعليم، من مدراء مدارس، من معلمين، من قيادات في تعليم منطقة المدينة، على جهودهم للعناية بأبنائنا. إحنا دائما نحرصهم على أنه بالنسبة للمعلمين أو المرشدين الطلابيين، إذا لاحظوا أي أطفال عندهم زيادة في الوزن، أنه يتم توجيه الأهل بأخذهم إلى أقرب مركز صحي والتحدث مع طبيب الأسرة بخصوص ذلك. كذلك نحرص منسوبين التعليم فيما يتعلق بالمقصف، أنه يحرصون على نوعية الأكل وجودة الأكل داخل المقصف، بحيث أنه ما يكون فيه نسبة حلويات أو بسكيت أو عصيرات فيها محليات بشكل كبير. فهذه من الأشياء اللي أنصحهم. كذلك ممارسة الرياضة والحصة البدنية يكون تطبيقها بشكل فعال أكثر من الوضع الحالي. إحنا على أيامنا كانوا حصة البدنية كورة يفكوننا في الحوش، لا، إحنا نبغى تمارين منتظمة يعني برنامج رياضي مناسب لهم. وأي طفل مثلا عنده السمنة أو زيادة في الوزن، يكون معلم التربية الرياضية يحرص عليها أكثر من غيره أنه ينزل في وزنه. نعم. معلش سؤال بآخر سؤال عشان نتكرر كتير، هل الحمل بتوأم يزيد من احتمالية الإصابة بالسكري؟ ما في علاقة مباشرة أن الحمل بالتوأم أنه ممكن يزيد بالسكري، لكن أنه في حال كان هناك في تاريخ سكر في الحمل، من المتوقع أنه يجيها في المرات الجاية. نعم. تمام يا فندم، شكرا جزيلا. نتقدم بالشكر الجزيل سعادة الدكتور عادل. شكرا حضرتك يا فندم على المحاضرة الرائعة واللقاء الممتع. حياك الله ويعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله نتمنى أنكم استفدتوا بإذن الله. شكرا جزيلا حضرتك يا فندم. في نهاية اللقاء نتقدم بالشكر الجزيل لجميع الحضور من منسوب التعليم، وشكرا لإدارة الصحة المدرسية بمنطقة التعليم المدينة المنورة، وإن شاء الله على موعد بلقاءات تثقيفية أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.